لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. مساء الخير من جديد، مكملين معكم بفقرة الأمومة لنحكي اليوم عن الذكاء العاطفي. وبدي أنوه قبل ما نبلش حديثنا بالموضوع أنه هاي الفقرة بالتعاون مع موقع 360 Moms، وأنه كل المعلومات الواردة بهاي الفقرة والمتعلقة بالأمومة والطفولة بتلاقوها على الموقع الرسمي لـ 360 Moms واللي هو 360moms.net. مظبوط رزان، اليوم موضوعنا هو الذكاء العاطفي، موضوع جدا مهم يعني وكثير ضروري يكون عند كل حدا. واسمحي لي ارحب بالبدايه بالضيفه سيرين ابو ميزر، مدربه الذكاء العاطفي. اهلا وسهلا فيك سيرين. اهلا وسهلا فيك، نورتينا. سيرين اسمحي لنا بالاول نطلع نشوف الفيديو عن الورشه العمل اللي رح تصير باخر الشهر ب 30 الشهر بالكيمفينسكي، واللي عنوانها تغيير بايدك. خلينا نشوفه ونرجع نكمل. حابة ترجع لسوق العمل ومش عارفة لمين تقدمي؟ حاسة سوق العمل كتير كبير عليكي ومش عارفة شو متطلباته؟ حاسة إن قعدتك بالبيت أفقدتك ثقتك بنفسك، وفعليا إذا بترجع على الشغل ممكن ما تقدري توفقي ما بين الشغل وما بين بيتك، بس إنك في عندك طاقة كتير كبيرة وعندك كفاءة حاسة إن لازم تطريها للمجتمع؟ بعدين ممكن تكوني أنت موجودة بالشغل هلا وفعليا مش عاجبك شغلك وحابة تغيري، كوني معنا ب 30/11 بالتغيير بإيدك. بعرف انه مرات كتير بكون نفسك هيك تاخدي استراحة طويلة بعد ما تشوف الحياة فوق بعض، بين العيلة، بين الأولاد، بين الشغل، بين البيت، بكل هاي التفاصيل اللي في حياتنا. ومرات بعرف انه تشعري انه فقدت الاتزان وفقدت السيطرة، لكن في أمل، لأنه مرات كتير لما نفقد الاتزان هذا أمر مهم عشان نعرف شو الأشياء المهمة اللي في حياتنا، شو الأولويات وترتيبها، وشو الأشياء الزيادة اللي لازم نتخلص منها عشان نعيد الاتزان لحياتنا. 30/11 كوني معنا، لأنه في هذا اليوم رح نحكي في كتير أمور، لكن واحدة من الأمور رح نحكي فيها كيف أنا أرتب حياتي وأخلي حياتي أكثر اتزاناً بالرغم من أني فقدت الاتزان. ف 30/11 كوني معنا، التغيير بإيدك. في مرة قلتي كلمة وتمنيتي لو ما قلتيها، كنتي في موقف وعملتي ردة فعل وندمتي بعدين، شو صار؟ عصبتي، طلعتي عن السيطرة، قلتي أشياء جرحت لقدامك. كتير مرات نحن منكون بهيك مواقف بحياتنا، كتير مشاعر جوانا وأفكار عم بتكون هي اللي عم بتسير حياتنا وعم تخلينا نتصرف بطريقة مش نحنا، بطلنا نعرف مين نحنا. نحنا منقدر نتغير ونعمل الأشياء الصحيحة. خليكي معنا ب 30/11 والتغيير بإيدك. الدراسات بتحكي إنه المعيقات اللي منواجهها كستات مش كلها خارجية، هي بالفعل في منها داخلي، من وراء أفكارنا ومشاعرنا، وقديش مرات منحمل معانا ذنب ويمكن مش قادرين نسيطر على حياتنا بالطريقة اللي بدنا إياها. كل هذه الأمور اكتسبناها من خلال تربايتنا والنماذج اللي شفناها بحياتنا، وهي يمكن فعلياً هلأ ما بتخدمنا. حان الوقت إنه نرفع الراية ونغير من هاي النمطية بالتفكير ونشوف شو الإشي اللي هلأ عم بخدمنا واللي لا. كونوا معنا ب 30/11، التغيير بإيدك. لاقونا في فندق كامبينسكي عمان يوم السبت 30/11/2019 من الساعة 9 الصبح وحتى الساعة 3 العصر. لحجز التذاكر يرجى تحميل تطبيق كيدز نافي عبر متاجر أبل ستور وبلاي ستور أو الاتصال على الرقم 07-919-07-530. هذا الحدث من تنظيم 360 Moms و New Think. الراعي الإعلامي عمان تي في. التغيير بإيدك. يعني سيرين، موضوعنا اليوم الذكاء العاطفي زي ما حكينا أنا ولورينا كتير موضوع مهم، وبتحس الناس لسه ما عندهم مفهوم واضح للذكاء العاطفي. إذا بنعرف الذكاء العاطفي إيش هو؟ هو بكل بساطة كيف بنمزج عواطفنا بطريقة تفكيرنا لنطلع بأفضل النتائج والقرارات. يعني كلنا بنقرر كتير أشياء وكتير مرات بنندم عليها لأنه بتكون كتير مجروفة بالعواطف. نفس الوقت إحنا ما بدنا بس عواطف،
والمنطق والعقل المنطقي او التفكير كثير مرات بيقودنا لشيء احنا مش مرتاحين له او مش حاسين انه فعلا هذا اللي بدنا اياه. فكيف بنمزج هدول التنين لنقدم افضل النتائج؟ هي هذا هو الذكاء العاطفي. واو حلو كيف عرفتيها صراحه، اول مره حدا بيعرفها بهالطريقه. كثير حلو ايش حكيتي. البعض بيحكي انه هو مكتسب، والبعض بيحكي انه في ناس بتقنوا وفي ناس ما بتقدر تتقنوا. اي وحده منهم هي الصح؟ يعني حتى الاولاد بس نطلع عليهم بيحكوا برات انه والله هذا عنده ذكاء عاطفي طالع لامه مش لأ هذا الحكي ولا لا. شوفي هو يعني كثير صراحه اختلفت الدراسات اللي بتقول اذا هو يعني مكتسب او فعلا انه بنولد فيه، بس هو احنا اذا بنعرفه كثير هو عباره عن كفاءات ومهارات احنا بنقدر نتعلمها، سواء كانت موجوده بنقدر نبني عليها ونطورها كثير، او اذا ما كانت موجوده كلنا بنقدر نكتسبها. وفعليا عن جد نقدر اول شيء نتعرف على عواطفنا وشو هي وكيف نقدر نديرها بالطريقه اللي فعلا بتخدمنا وبتخدم الناس اللي حوالينا ومحيطنا. حلو. وهون سؤالي زي ما ذكرتي، كيف نقدر نديرها بالطريقه اللي تخدمنا؟ كيف ممكن الذكاء العاطفي يساعدنا بحياتنا؟ هو كمان روان لما انت تحكي عواطف عم نحكي عن خوف، عن قلق، عن انبساط، عن فرح، عن غضب، كل هدول المشاعر موجودين، بس يا مرات بتعيقنا وبتعيق تقدمنا. بينما انا مثلا لو فهمت الخوف والايش الاشي اللي مخوفني وهل هذا المعيق بقدر اتطلب انه اتعرف عليه اكثر، فعلا اواجهه بالطريقه اللي بدي اياها واديره ليخدمني لقدام، هاي بتيجي اداره المشاعر. فانا لما اتعرف على مشاعري واعرف من وين طالعه وشو اساسها وهل فعليا هذا بقدر احيده وهيك شوي اخليه يدير حياتي بالطريقه اللي انا بدي اياها، ولا بخليه يعيقني وبوقف عند اي مشكله او اي معيق صابني بحياتي وبتكتف وبنسحب وببطل بدي اعمل الإشي. فهو اداره المشاعر يعني الذكاء العاطفي كثير بيعتمد انه نفهم حالنا. كل ما فهمنا حالنا اكثر ونعرف شو اللي بخلينا نتوتر، شو اللي بخلينا نقلق، شو اللي بخلينا نعصب نغضب، وبنفس الوقت المشاعر بنحطها على جنب وبنشوف كيف بدنا نتصرف بناء على هاي المشاعر مع التفكير المنطقي والعقلي عشان ندير حياتنا بالطريقه الافضل. حلو كثير. طب سيرين، يعني خلينا نحكي عن المراه وخصوصا بجو العمل. بيئه العمل دائما بشكل عام يعني باكثريه خلينا نحكي المهن شوي بتكون ماخذ الطابع الجدي. صح. فاي اهم منهم للمراه وقتها، الذكاء العاطفي ولا الذكاء العاطفي ولا الذكاء العقلي؟ يعني تكون هي ذكيه بالتفكير بهاي الاشياء ولا ذكاء عاطفي؟ شوفي ما بقدر اقول انه في واحد اهم من واحد، بس التنين كثير مهمين. يعني انت تخيلي انه علمك وشهادتك طبعا باهليك انك تاخذي هذا المنصب في العمل، بس اذا ما عرفتي كيف المهارات اللي تديري فيها هذا العمل، كل شهاداتك ما بتعني ولا إشي بهذا الجو. فأنا كيف بدي أتواصل مع الموظفين؟ كيف فعلاً أنا بدي أفهم حالي إذا بكرة لقدام صرت قائدة في فريقي أو بالمؤسسة اللي أنا بدي إياها؟ هل قادرة فعلاً أدير مشاعري ومشاعر الناس اللي حولي ليخدموا العلم اللي بدنا إياه أو الهدف والرؤية تبعت المؤسسة؟ فالتنين مهمين. أنا دائماً بشبهها إنه يعني الشهادة أو الذكاءات العقلية هي بتفتح الباب، بس اللي بخليك تمشي بهاي الطريق هو الذكاء العاطفي. فمزجهم التنين كتير مهم، لأنه كل علمك ما شو بيهمني قدي قرأ كتب وقدي ماخذ شهادات إذا مش عارفة تحكي معاي وتتعاملي معاي. فهي التنين كتير مهمين، وبنفس الوقت الواحد يكون كتير قادر يدير مشاعله بس بدون بيس علمي ونظريات وفكر وفعلا منطق برضه ما بتزبط. فأنت تخيليهم التنين لازم يكونوا كتير ماشيين مع بعض. حلو كتير. قبل ما تحكي رزان، قبل ما تسألي سؤالك اسمحي لي أحكي شغلة. في ناس بالشغل دائما بتلاقيهم بيكونوا سيريس كتير ما بيقدروا يحكوا معهم الناس بالمرة، وفي ناس بيكونوا فلتان. صح. فلتان، اي اضبط او لازم يكون الليتل بيت اوف بوث زي ما بيحكوا شوي من هون وشوي من هون؟ شوفي حسب كمان طبيعه الشغل، يعني مرات الحزم ضروري بس الحزم بلطف كمان حلو. يعني أوكي. الموظفين كيف بيتعاملوا مع المدير او المدير كيف بيتعامل او حتى الموظفين بينهم بالاخر عندهم هدف يعملوا، اذا كلنا اجتمعنا على هذا الهدف وعارفين شو هو وقدرنا نتحكم بحالنا وبعواطفنا بالطريقه المثلى وقتها قدرنا نوصله. فانا ما بقدر اقول لك انه في وصفه سحريه. صح. صح. بس هي حسب متطلبات العمل وطبيعة العمل. صحيح. بس أكيد كل شيء ضروري، كل شيء منه شوي حلو يعني. حسب كيف كمان الشخص يحدد علاقاته بالناس اللي حواليه أكيد. طبعاً. طب سيرين، كيف نقدر نحكي أو كيف ممكن الذكاء العاطفي يساعدنا لحتى نتحكم بمشاعرنا؟ شوفي الذكاء العاطفي خليني أقول إنه هي مش تحكم، هي إدارة أكتر. إدارة. أول خطوة أكيد بدنا نعرف حالنا، يعني كل ما وعينا بنفسنا كل ما قدرنا فعلا نعرف شو اللي بضرب على عصبنا، شو اللي بيعصبنا، اللي بقلقنا وبيخوفنا وكل هذه الأمور. وحتى الأشياء الحلوة اللي ببسطنا واللي بيخلينا مرتاحين ومبسوطين.
لانه احكي لكم سر العواطف كثير بتعدي. فاذا انا مشاعري مثلا اليوم متوتره يمكن اعدي اللي حوالي كثير صح، العيله كلها بالضبط بتتوتر. كمان انا دائما بحب اسال شو المشاعر اللي احنا عم نعديها واللي عم بتكون بلغه التواصل بيني وبين الناس. لما اوعى حالي بعرف كيف بدي اديرها وباخذ خياراتي. يعني انا اليوم قلقانه، هل هذا القلق بمحله ولا هو بسبب افكاري؟ هل بقدر اتحكم فيه واديره بطريقه انه يخدمني مش يعيقني ويعيق تقدمي؟ فتاني خطوه نعملها هي الخيار وقدره الخيار، وقديم فعلا نقدر نختار من هذا الإشي، وبالاخر وين بدنا نروح وشو هدفنا كإشي صغير واهداف صغيره او اهداف كثير كبيره، حتى على المستوى الشخصي او على المستوى العملي. فاحنا كل ما عرفنا حالنا اكثر كل ما قدرنا نديره. مش بيقولوا اذا ما بتعرف المشكله بتقدرش تحلها؟ صح صح. طب فانا بدي اعرف حالي وبدي اعرف شو هي الاشياء اللي بدي اطلع عليها عشان اقدر ادير حياتي بالطريقه اللي بدي اياها. صحيح. يعني انت هيك تعتبري حكيتي لنا الادوات، خلينا نحكي، اللي رح تساعدنا انه نتعامل مع الاشياء اللي بتعيقنا من انه نتقدم دائما. طبعا والنفس كثير مهم. طبعا احكي لنا اكثر عن الموضوع. يعني شوفي احنا لما نحكي بالعواطف غير انه نعرفها نعرف شو اللي بدنا اياه، التنفس كثير بفيد، التفاؤل كتير مفيد. يعني احنا حلو. كمان افكارنا السلبيه مرات بتاخذنا على محلات وبتشرش بعض. يا ويلي ما بتلاقيها غير فكره صغيره فجاه بلشت تصير 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 وتصير هي المشكله كبيره بالضبط. فاحنا اصلا نوعا اذا عم نروح بهذا الاتجاه وكيف فعلا نقطعها ونروح باتجاه ثاني، افكارنا كتير بتلعب دور. الحوافز او الدافعيه الداخليه، هل انا دافعيتي بالحياه عم تعتمد على اشياء خارجيه والناس يحكوا لي او مديري يعطيني، ولا انا فعلا عندي حب انه ودافعيه داخليه اني اقوم بالشيء اللي انا عم بعمله؟ فهاي كلها هي على فكره من الكفاءات اللي احنا بنحكيها بالذكاء العاطفي. اعرف شو انماط دماغي، انا كل ما حدا يصرخ علي بروح ببكي لحالي، كل ما حدا يصرخ علي بروح بصرخ عليه اعلى، هل هذا الشيء عم بخدمني؟ طب اذا بدي اغير شيء شو بغير؟ فبنبدا شوي نفوت كثير بعمق ومن وين طلعت، لانه اغلب الاشياء طلعت من اول 7 سنين احنا فعليا نربينا عليها. صح صح. فالنماذج اللي شفناها سواء بالمدرسه وبالبيت وبالمجتمع، بس يمكن هلا انا كبيره وما بتخدمني هذا الشيء، فببدي ابدا انقح هاي الافكار واشوف فعليا شو اللي عم بخدمني هلا واللي عم بيساعد بتطوري او بيعيقني. يعني طب هاي الامور هي اللي رح تحكي عنها بورشه العمل؟ نعم صحيح. في ورشه العمل تغيير بايدك في عندي سيشن، وطبعا في اكثر من سيشن خلال النهار لمدربين كثير محترفين وقادرين، فاحنا رح نحكي فيها. انا بالسيشن تبعتي رح احكي عن افكارك قوتك، ورح نشوف من وين هاي الافكار بتطلع وهل فعلا نقدر نسيرها لتخدمنا ولا لا. حلو، يعطيكم الف عافيه. يعني كثير رح تفيد هاي الدوره كثير للسيدات كثير بصراحه، وبشجع اي ست هي ب 30/11 زي ما تفضلتي بفندق الكامبنسكي، وبصراحه بشجع اي ست حابه ترجع تنخرط بجو العمل، حاسه حتى بحياتها الشخصيه بدها إشي انها تشترك معنا. حلو كثير. طب كلمه اخيره سيرين من حضرتك للستات. والله شوفي يعني انا بالنسبه لي كل ما وعينا بحالنا اكثر كل ما قدرنا نستخدم الادوات والعلم ليدعمونا ويوجهونا لتحقيق اهدافنا. فبتمنى من كل ست عن جد يكون بقلبها ايمان انه احنا بنقدر، وزي ما اسم الايفنت فعلا التغيير بايدنا. التغيير بايدك. بايدنا بايدنا والله بايدنا. حلو يعني كثير كثير. حلو الحكي اللي بتحكيه، حلو هذا التفكير الايجابي انه يكون عند الست. بحس انه اذا الست عندها هذا التفكير الايجابي بتعرف كيف تنمي خلينا نحكي الذكاء العاطفي عندها، كثير من مشاكلها رح تنحل، كثير من المشاكل اللي بعلاقاتها سواء بالشغل او بحياتها الخاصه كمان رح تنحل. أكيد. شكرا كثير لك سيرين. شكرا لكم. انا بحب اذكر انه ورشه العمل هاي رح تكون ب 30 الشهر، رح تكون بفندق الكامبنسكي، ورح تكون بالتعاون مع موقع 360 مومز ونيو ثينك. صح عم بحكي؟ 100%. والناس طبعا رح تكون موجوده واحنا رح نكون موجودين دائما تنتابع هذا الحدث. شكرا كثير لك ماما رسيل. شكرا شكرا لكم. احنا هيك بنكون وصلنا لنهايه هاي الفقره. ما تنسوا انه هاي الفقره بالتعاون مع موقع 360 مومز، وانه كل المعلومات وكل الحلقات اللي بنعملها بتلاقوها على موقع 360 مومز يلي هو 360moms.net.